حاسس النهارده خليها يوم تاني يا رسمي. يا فاتن ربنا يتمم لك بخير. على فكره مش انا دي اختي. ربنا يتمم لها بخير، يتمم لنا كلنا بخير يعني، عقبالك يعني. يا رب. انت مش عايز تقول حاجه؟ قول يا عادل لو سامحك. هو الاكل امتى عشان فهمي قال لي انه جعان جدا؟ نازل يا عادل شويه ونازل. الله يا قمر بجد يعني اقصد كلكم قمر يعني فرح بسم الله ما شاء الله قمر وفريده كلكم حلوين جدا النهارده. ليه 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 يا عادل كمل الحاجه الحلوه للاخر. هي فعلا حلوه قوي. هو انت واخده بالك؟ مصر كلها خدت بالها يا عادل. هو انا مفضوحه قوي كده جدا. طب انت موافقه؟ موافقه بجد؟ انا اسف معلش.